Tchau, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الجديد من تجلت فضائله نلتقي وإياكم إن شاء الله دائما وأبدا على خير في مائدة كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم حديثنا اليوم عن قضية مهمة وهي أنك تعتز بدينك أخواني وخواتي إحنا عندنا مشكلة أن اليوم بسبب الضعف العام اللي حاصل في بلادنا المسلمين الضعف على المستوى المادي الضعف على المستوى الصناعي الضعف على المستوى الفكري وحتى الثقافي والتعليمي صرنا دائما في محل دفاع يعني دائما نحاول أن نوجد مبررات لثوابت ديننا عشان غيرنا ما ينتقدنا عليه وهذه مشكلة وتدل على أن فيه ضعف الاعتزاز بهذا الدين أخواني وأخواتي العزة بهذا الدين مطلب مهم جدا من مطالب الإسلام بل الشريعة نفسها أصلا دلتك على أنك أنت عزيز ولما ترى مواقف الصحابة واعتزازهم بالدين مع أنهم كانوا ترى يعيشون نفس الظروف اللي احنا نعيشها العرب ترى كانت أمة مستضعفة كان في إمبراطوريات مسيطرة على العالم إمبراطورية فارس وكان جزء كبير من الجزيرة العربية تابع لها إمبراطورية الرومان كان جزء كبير من الشام والحجاز تابع لها واللي هم هيراقل وكسرة إمبراطورية العراق وكان جزء منها تبع لفارس الروم، وجزء منها كان حضاره اصلا مستقله، اليمن كانت حضاره مستقله. العرب ما كانوا شيء، كانوا يعيشون نفس الظروف اللي نعيشها اليوم، ينظرون الى هذه الامم على انها امم متطوره. لكن لما تشربوا الاسلام وصار بالنسبه لهم نقطه حياه وموت، نقطه مفصليه في العقيده، في التعامل الاخلاقي، في التعامل العلمي، عرفوا انهم اصلا اعزاز على باقي الناس. ولذلك شوف ربعي بن عامر لما يبعثه يبعث الى او تبعثه الدوله الى كسرة حتى في عهد عمر مثلا، الى كسرة حتى يكلمه ويفاوضه وربعي بن عامر جايه على بعير، على ناقه، على ركاب يعني على عاده العرب يومئذ يمشي ورمحه في يده ويخزق في هذه الكراسي اللي من الحرير اللي عاملها كسرى لنفسه يعني كمجالس وكذا ما ما يهمه فهو يقول له يعني نحن قوم بعث الله إلينا محمدا فأخرجنا من ظلم الأديان إلى عدل الإسلام ومن كنا نفعل كذا وأصبحنا نفعل كذا جاي عزيز ويكلمه هو معتز وشنو عنده أصلا الحضارة ما عنده شيء لكن العز هذه قضية قلبية عمر بن الخطاب فهم هذه القضية أخواني وأخواتي قضية الاعتزاز بالدين في إسلام عمر لما أسلم طبعا قصه اسلامه طويله ولعلها مرت على اكثركم ما نريد ذكرها ولكن في قصه اسلامه ان لما اسلم في اول يوم اسلام فهم انه عزيز بهذا الدين وعمر ما اراد فقط ان يجعل اسلامه خاص مقتصر عليه لا هو معتز اصلا بهذه العقيده فذهب يعني الى كبار قريش خرج عليهم بهذه الدعوه اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه على قوله اخواننا المصريين يخبط راسه في الحيط ما عندهم مشكله خرج إلى أول بيت بيت أبو جهل جاء إليه استأذن عليه سلام عليكم أو مرحباً عمت مسان يا أبا الحكم عمت مسان مرحباً بابن الخطاب قال أما علمت قال بما قال أني أسلمت قال بئس صباحك وبئس ما جئت به وسكر الباب في وجهه راح إلى غيرة من كبار قريش كلهم بنفس الكلام هم يسبونه ويشتمونه ما اكتفى عمر بهذا فسأل من أنشأ قريش للحديث قالوا واحد جمحي فلان جمحي فقال انشأوا قريش الحديث يعني اللي ما ما يكتم ما يكتم عنده سر شفت في واحد اليوم من اصحابك ما تقدر تقول له سر اذا قلت له بقول لك سر اعرف انه بينتشر يعني هذا في في ناس اليوم في شخصيات في مجتمعنا نفس هذه الشخصيه هذا الرجل كان بمثل هذه الشخصيه فجاء اليه عمر وقال اما علمت يا فلان قال بما قال ام ان قال اختمك سرا قال نعم قال اني امنت بالله رب محمد صلى الله عليه وسلم نبيا قل فما رأيته يعني راح يركض مباشرة طلع على الصفا وهو يقول يا معشر قريش صبأ عمر صبأ عمر كانوا طبعا هذه كلمة تستعمل ذلك الزمان الصابئ هو المفارق للدين ما يقولون أسلم ما يعترفون بالإسلام فارق دينه يقولون صبأ مش بس هذا الموقف عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق ومع الباطل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام عمر كانت دعوته في دار الأرقام محدودة سرية هو يقول لها يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا ليش نعطيهم نعطي نفسنا المكانة هذه الدنيا طبعا ما كانت مكانة دنيا ولكن صلى الله عليه وسلم يريد أن يحفظ المسلمين صلى الله عليه وسلم شجاع ما يهاب قريش أصلا وكان يصلي في الكعبة قدامهم لكن صلى الله عليه وسلم يخاف على الناس هذول الضعفاء أن يؤذون ما عندهم ظهر فلذلك كانت دعوته فيهم سرية لكن عمر يقول رسول الله ليش السرية أصلاً اللي مش عاجبه احنا نخليه يعجبه يا رسول الله قم لما امرك الله قم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الان اخرج فيهم ليش؟ لان صار عنده من شجعان العرب من يحتمي المسلمون الضعفاء بهؤلاء حمزه مثلا علي بن ابي طالب عمر بن الخطاب طلحه بن عبيد الله ابو بكر هاي كلهم كانوا شيوخ في قريش فقام عمر في صف والنبي صلى الله عليه وسلم في النص وعلى صف اخر حمزه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يعني يظهر هذا الدين فما يقول ابن مسعود ما اظهرنا اسلامنا حتى اسلم عمر. العزه والاعتزاز بالدين مبدا مهم جدا. ولازم يكون عندك وحاضر في ذهنك. ومظاهره اخواني واخواتي في وين؟ لما تسافر مثلا. لما تتسافر تسافر اليوم، شوف نفسك لما تسافر. يعني لما مثلا عندك انت في جوالك الاذان، برنامج الاذان يؤذن. وايد من الناس يسكر التنبيهات يحط رنه غير الاذان ليش يا اخي؟ لا يا اخي احنا رايحين عند ديله ما نبي اذيه وما نبي حد يعني يقول لنا شيء شو مسوي انت؟ ما هي جريمه ترى اذا جوالك أذ... يعني نبهك على انه وقت الصلاه دي ما هي جريمه تشوف البنت مثلا تتخلى عن حجابها في طبعا في بعض الاخوات عندها مشكله في القناعه في الحجاب ما اتكلم عن ديله انا اتكلم عن المحجبه اللي اذا سافرت تخلع الحجاب وهي محجبه مقتنعه بحجابها ليش؟ تخاف يعني حد يتعرض لها بكلمه، لا اخي اختي انت معتزه بدينك، وين اعتزازك بهذا الدين؟ بهيئه الدين وباوامر الدين بواجباته. واذكر اني يوم من الايام كنت في واحده من العواصم الاوروبيه واختم بهذا. وكنا في حديقه عامه وجاء وقت صلاه المغرب وعندي قنينه ماء. وكان يومها فيه ستاند، ستاندات حق الناس تعرف بالاديان يعني في ستاند للنصرانيه يعرف بها الكنيسه الفلانيه في ستاند للمسلمين في كذا فكان الوضع العام يسمح انك تصلي يعني في الحديقه فانا كان عندي قنينه ماء صغيره قرشه ماء صغيره توضيت فيها وانا جالس وكان جنبي شباب عرب مسلمين حاضرين اللي مع اهله اللي مع اخوانه اللي مع كذا قلت شباب نصلي المغرب يعني الكل يتلفت يعني كانه انا اساله يعني اسالهم سؤال غريب او اطلب منهم طلب غريب فقال لي عادي نصلي واحد منهم يعني قلت عادي نصلي يعني اشوفهم هذول يسوون اللي يبون يعني الواحد مع صاحبته مثلا جالس ويسوي اللي يبي وما حد ينكر عليه انت صلي وصلي يعني في الحديقه يعني مو في ممر الناس اصلا احنا جالسين تحت الاشجار وفي ظلال وكذا فقال طيب انا اصلي معك وما صلى معي الا واحد منهم مثل هذه الامور تبين مدى اعتزازك بهويتك ومدى اعتزازك بكونك مسلم خليك دائما معتز دينك نلقاكم ان شاء الله على خير في <applause> أمان الله